في أول مبارياته الودية التحضيرية بقيادة المدرب الجديد بوعلم شارف، تشكيلة مدية الجزائر تعادلت في اللقاء الذي جمعها سهرة الثلاثاء مع نادي أولمبي المدية على ملعب هذا الأخير بنتيجة هدفين في كل شبكة. شارف دخل بتشكيلة جديدة ومغايرة للموسم الماضي، إذ دفع بكل من شوشي في حراسة المرمى، عزيز غدام برشيش وخضير في الدفاع، هندو شيتا وعواج في الوسط، وياشر جاليت وسيلة في الهجوم، كما أقحم عناصر أخرى بدينة من بينها حكام غربي حشود وغيرهم. وفي عودة إلى مجريات اللعب، فقد دخلت تشكيلة المدية بقوة وسجلت هدفا مبكرا في الدقيقة 7 لتعدل المولودية الكفة في الدقيقة 40 عن طريق زغدان، قبل أن يضيف جورمي هدفا ثانيا في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء. مقبلا نهاية المباراة بحوالي دقيقة سجل لاعب المولودية غربي هدفا في مرمى